طبعاً سعداء النهاردة جداً بمشاركتنا في معرض دوت، معرض الكاتدرائية، وإحنا طبعاً كنا اتشرفنا بوجود البابا، وإحنا كناش متخيلين إن هو قد إيه حابب المكان وحابب العرض، وكان الحمد لله عرض الوزارة كله عرض متميز. هو بحث معانا، بص على كتاب كتاب الحقيقة، واتكلم في كتاب كتاب، وأخد شغل كان عجبه الحمد لله. الوزارة كلها بتقدم شغل كويس للكنيسة، وعاملين تخفيضات كلها كويسة جدا جدا على مستوى كل قطاعات الوزارة. احنا طبعا كل اصداراتنا متعددة، وهو كان مبسوط من كده جدا جدا، واتكلم معانا وكان سعيد بينا، واحنا سعداء بيه بالفعل، وتصورنا، وهو كان لطيف جدا جدا في التعامل وكان بسيط. اليوم كان احتفالية رائعة وعرسا ثقافيا في الاسكندرية لافتتاح المعرض في الكاتدرائية المرقسية، وقد شرفنا بحضور البابا، قد أثنى على جميع إصدارات الهيئة، تصفح عدد كبير من الكتب خاصة كتب الأطفال. حاجة عظيمة خالص، شكرا لكم، وأتمنى أن كل الناس تيجي وتاخد وتشتري